خلينا نشوف تقرير يتحدث عن أهل الحسن والفتح. يخسرون؟ لا لا أبد أبد ما يخسرون، رجال الحسا يفوزون ويفرحون، نخيل وخيل وارض زعفران. يتذمرون؟ أبد أبد ما يتذمرون، من شكا منهم ولا هم يشتكون، الهفوف والمبرز وقيصرية وعيون، يا دار ثامن السبع العجايب. يقولون دايم يقولون، يا عساهم يشرقون، يشرقون بكل مساء وكل موقف له رجال، هذا هم أهل الحسا يستاهلون. أهل الحسا إيه يستاهلون، يفوزون ويفرحون. تركي شديد كورة. أبو محمد، لما نسأل عن الفتح والمنطقة والتأثير على المحافظة وبطولة الدوري، أنت أكثر واحد ممكن يتكلم عن هالموضوع. والله شوف، أنا عشت يمكن 21 سنة ولدت هناك وتعلمت هناك، تعلمت كل شيء يعني، سواء تعليميا أو حتى سلوكيا. أهل الحسا طيبين جدا، فعالين، يحبون العلم، يحبون الخير. يعني الفترة اللي قضيتها بصراحة لا زالت عالقة في ذهني. الأرض نفسها أرض خير، فأعتقد مهما مدحت ووصفت ما راح أوقف، لأن تعرف مسقط رأس الواحد دائما أكيد بيمدحه. لكن فعلا الحسا كل اللي زاروها وعملوا فيها الكل يثني على وجوده فيها والأوقات اللي بيكون مرة. في تأثير يعني إيجابي على المحافظة بطولة الدوري؟ والله شوف، أكيد بيصير فيها، دائما حدث مثل هذا أكيد بينعكس على أهل المنطقة ككل، مو بس على الفتح نفسه كفريق. صحيح. حتى هجر الآن مهدد بالهبوط وما يستحق، على المستويات اللي قدمها أيضا ما يستحق الهبوط. ولكن هذه كرة قدم، ما في يعني واحد أول واحد أخير. بيعود لأن أصلا الفكر جدا راقي. يعني إذا جيت تأخذ على مستوى النادي في حدود إطار النادي، أعتقد اللي موجودين فيه من خيرة الناس، مهندس عبد العزيز والأستاذ أحمد الراشد وأعضاء شرف كثير. والآن بس قطعتني قبل شوي ما خلتني أواصل التهنئة، الأستاذ خالد الصويق يعتبر أب وأخ لنا كبير وكل شيء، يعني ضحى كثير من أجل النادي، وقف معنا. وأعتقد أيضا من هذا من دعامة أيضا الجبر عبد المحسن ما ننسى أيضا، يعني أنا أذكره من الثمانينات وهو معنا في أيام اللي ما كان حد يدفع كان هو يدفع. كنت معنا في البرنامج قبل 3 سنين. نعم. كان الفتح تو له موسمين. إيه. كنت أتوقع إنه بيجي يوم تجلس فيه على طاولة برنامج كورة تحتفل ببطل الدوري، بطل الدوري الفتح. بصراحة يعني كان حلم، يعني كنت ترى إنه حلم سهل التحقيق ولا حلم أقرب للخيال؟ لا شوف، في البداية أنا كان أمنيتي إن إحنا الفتح يثبت في الممتاز، هذا أول سنة، وشب في أول سنة إنه بالحصان الأسود للدوري. السنة الثانية بدأ يعني يأخذ وضعه الطبيعي ويأخذ إحساس اللعب مع الفرق الكبيرة، بدأ يأخذ الثقة يبني الثقة في النفس من خلال فوزه على بعض الفرق مثل الشباب، مثل الأهلي، مثل الاتحاد، بدأ الهلال، النصر، كله الفرق الكبيرة فاز عليه، فبدأ يأخذ
يبني نفسه بنفسه. الثقة اللي موجودة يعني ما تكونت من فراغ، من نتائج ومن عمل. فبعد السنتين لا بديت يعني أحس أنه ممكن الفريق ينافس للوسط، بس ما مش دوري. أنا يعني أتكلم هذيك الأيام قبل ثلاث سنين معنا في البرنامج، لو أحد قال لك ترى يا أبو محمد الفتح بيصير بطل الدوري بعد ثلاث سنين أربع سنين، إيش تقول؟ تقول ممكن ولا مو ممكن؟ والله شوف، كرة القدم ما هي مستحيل، بس إن عشان أقول لك الصح لا طبعاً على الورق كان مستحيل، على الورق لا، لكن بعد العمل وبعد النتائج اللي بينت وخاصة على مستوى العام الماضي بين إن ممكن الفتح ممكن يوصل. أنا شو الرسالة اللي بيوصلها؟ إنه ممكن الناس قبل ثلاث سنين تفكر إنه في شيء مستحيل يصير، تفكر إنه مستحيل يصير. يعني لو واحد قبل ثلاث سنين قال الفتح هياخذ الدوري ما حد يصدق. صحيح. لكن يثبت العمل المنظم والطموح الكبير إنك ممكن تصل للمستحيل، وهذا اللي سواه الفتح. هنواصل الحديث عن الفتح في حلقة اليوم.